آخر فقراتنا الصباحية رح تكون عن طبعا ترتيب المنزل. كثير منا بيعتقد أنه يمكن مساحة المنزل إن كانت كبيرة أو صغيرة هي السبب بعدم ترتيبه أو بضياع بالأثاث، لكن اليوم رح نعرف أنه ممكن كثير يكون في أغلاط بغض النظر عن مساحة المنزل، ممكن يكون توزيع الأثاث بشكل خاطئ مما يسبب عدم الراحة عند الدخول للمنزل. نعرف أكثر عن التفاصيل والمعلومات معنا المهندس ضياء عكاري، مهندس معماري ومختص بعلم الطاقة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح كل المشاهدين. صباح الخير ضياء. قبل ما نفوت بالتفاصيل، مساحة البيت الصغيرة هل هي عقبة أمام تنظيم البيت أو لا؟ أكيد لا، يعني دائما نحن بحاجة شيء على قدنا، فممكن العيلة الصغيرة يعني ما لها بحاجة إنه منزل كبير، ممكن شخص عايش لحاله عزابي أو شخص متزوج جديد، فهدول الأشخاص ما بالعكس إذا كان مساحة البيت أكبر من اللازم هون بيكون في عنا مشاكل طبعا. فدائما المساحة ما هي العقبة، العقبات هي دائما كيف أنا بدي أوزع هاي المساحة، تمام، كيف بدي أستفيد من الفرش. طبعا في شغلات تانية هلأ ممكن نحكي فيها أكثر. نعم، طب خبرنا اليوم، دائما بنفوت على بعض المنازل اللائقة مريحة جدا بالرغم من أنه ما ناها يمكن الكتير كبيرة أو مثلا فيها الأساس للثمين، وبعض المنازل بتكون كبيرة وفيها كتير من الأشياء الثقيلة بس ما بنحس براحة فيها. صح. فشو السبب بهذا؟ صح 100%. هلا في عنا كثير عوامل بتأثر على طاقة البيت ككل. هلا أول شيء اللي احنا بدنا ننتبه إنه المنزل عنا يعني هو عبارة عن كتلة كاملة متكاملة، أنا ما فيني أفصل مثلا غرفة النوم اهتم فيها كثير أو غرفة النوم مثلا أو غرفة القعدة. طبعا في عنا الحمامات، في عنا المطبخ، عنا يعني فراغات هي خليني أقول الأشخاص الضيوف اللي بيجوا لعنا ما يستعمل، ما ممكن إنه يفوتوا عليها أو ما ممكن يستعملوها، فأنا بدي أهتم بكل تفصيل بالمنزل لحتى يكون طاقة المنزل كاملة بشكل إيجابي فعالة عندي بشكل كامل، وهي طاقة كافية لألي حتى أكون مرتاح بهذا المكان. تمام. ضياء، بتلاقي في ألوان معينة بتناسب المساحات الضيقة ولا الألوان يمكن ما دخلها بالمساحات إن كانت كبيرة أو صغيرة، شو رأيك؟ طبعا الألوان كتير بتأثر، بتلعب دور كتير كبير. الألوان بشكل أساسي مرتبطة بالفراغ نفسه، بنوعية هذا الفراغ، لأن دائماً اللون هو مغير نوعي للطاقة وليس كمي، فبنفس الوقت كمان الألوان الفاتحة ممكن تعطيني إحساس أكبر بالفراغ. هون يمكن مستغلين كمان مساحة، تمام، هي المساحة للأسف هي مساحة صغيرة إذا بترجع الصورة، لكن مستخدمين يمكن ثلاث أسرة بنفس الوقت بمساحة كتير قليلة. تماماً. هلا اول شيء غير موضوع الاسره وغير موضوع الترتيب، بدنا نراعي موضوع كثير كثير مهم اللي هو موضوع الاناره. دائما الاناره يا بتعطيني احساس بانشراح كثير كبير بالفراغ، يا اما بتعطيني احساس انه هذا الفراغ هيك منغلق او ما في راحه كبيره. الاناره دائما اهم شيء عندنا الاناره الطبيعيه، انه في اناره شمس كافيه يفوت ضوء من السماء، هي النوعيات من الاناره كثير كثير مهمه. في حال ما كان عندي إمكانية إن أنا فوت إنارة شمس كافية، ممكن استعيض عنا بالإنارة الصناعية. الإنارة الصناعية بدي انتبه كتير منيح لنوعية هي الإنارة واللون أو شدة اللون تبعها كمان. دائما في عنا ألوان بسموها الألوان اللي ضوء الأبيض اللي بيجي مثل لون السماء. هذا اللون منيح، بس اللون الأحسن منه اللي هون اللون اللي بيجي شوي دافئ مايل شوي على صفار، هذا اللون كتير منيح، بيعطيني إحساس بالدفء، بيعطيني إحساس إنه في عندي إنارة نوعا ما طبيعية، فهذا الشيء كتير منيح بقلب المكان. شغلة تانية كمان كتير منيح خصوصا بالمكانات بالفراغات شوي ضيقة اللي هي موضوع المرايا. دائما المرآة بتعزز الطاقة سواء إيجابية أو سلبية، فأنا بدي أعرف كيف بدي استعمل المرايا بقلب المكان، خصوصا مثلا بالأماكن مثل غرفة الطعام. غرفة الطعام هي نوعا ما احنا ما بنهتم فيها للاسف، يا اما نحط مثلا طاوله السفره بقلب المطبخ، يا اما نحطها هيك بشي زاويه مهمله، مع العلم انه هذا الشيء كثير خطا، لان دائما المكان اللي فيه الطعام هو مكان بيدل على الوفره، فانا لازم راعي هذا المكان كثير منيح. اذا بحط مرايا مثلا بقلب مقابل غير طاوله السفره، هذا الشيء كثير منيح، هذا الشيء بيعزز طاقه الوفره، بيعزز شعور بالطاقه الايجابيه بقلب هذا المكان، فهو مكان محبز اني انا احط فيه المرايا. نعم. بالمقابل مثلا اني انا اذا بدي احط المرايه بقلب غرفه، فلازم انا ما احطها مقابل الباب، لان دائما هون بيكون في ضياع للطاقه وبيهدر. ممكن كمان احطها بقلب مكان ضيق
وجهها باتجاه اني انا اعكس شيء منيح، مثلا اعكس نباتات، اعكس منظر ايجابي، اعكس مثلا فيو عندي حلو برا، فهذا الشيء كثير منيح وبيعزز الطاقه بقلب هذا المكان وبيضعفها. نعم، خبرنا اليوم عن بعض الاخطاء اللي ممكن يرتكبوها بديكور المنزل بغض النظر مثل ما قلنا عن مساحته، وخاصه انه في ناس بتعجقها كثير بالمنزل، يعني ما عاد في مكان تمر منه. صح. فخبرنا كمان انه الكتره، يعني الشغله مو بكثره الاشياء. تماما 100%، الشغله مو بس بالكتره، شغله احيانا بيكون في عنا عجقه بالالوان، بيكون في عجقه بالاثاث، بيكون في عجقه، هذا الشيء كلياته بيعمل لي عجقه بالطاقه. دائما الطاقه هي عباره عن امواج بدها تمشي بقلب هذا المكان، فلازم يكون في عندي انا نسبه وتناسب. اذا المكان عندي صغير فالاثاث اللي بده يكون فيه بده يكون موزع بشكل مريح، بحيث انه الطاقه بدها تقدر تمشي تتخلخل بهذا المكان، لان التدفق عندنا دائم، فالتدفق لما بده يمشي بده يحمل طاقه سلبيه ويمشيها، وبنفس الوقت كمان بده يجيب عندي طاقه ايجابيه. فاذا كان في عندي عجقه كثير، غير اني انا ما حقدر اتحرك، حيكون في مشاكل بتدفق الطاقة بقلب هذا المكان. نعم. الألوان يلي تفضلها ضياء تكون موجودة بالمساحات الضيقة، والألوان يلي بتشجع أنها تكون موجودة بالمساحات الكبيرة شو هي؟ هلأ اللون مثل ما قلت لك، اللون مرتبط بشكل أساسي بنوعية هذا الفراغ. مثلا في عنا غرفة القعدة، نوعية الطاقة اللازمة بقلب هذا المكان هي طاقة، أول شيء لازم يكون كميتها منيحة، بس الوقت لازم يكون بتشجع على أني أنا أقعد مثلا مع أشخاص، يعني بدي كمية أو بدي نوعية طاقة هون بتعزز فعاليات معينة، مع العلم أنه فعاليات بقلب غرفة القعدة هي فعاليات متنوعة. فهون مثلا ممكن نستعمل اللون الأخضر، ممكن نستعمل الألوان الحارة شوي، هي الألوان كتير منيحة بقلب هذا الفراغ. ممكن نميل شوي للألوان شوي فاتحة، يعني من درجات هي الألوان بس شوي فاتحة مشان تعزز شعور أنه هذا الفراغ شوي واسع. نعم. بالمقابل مثلا في عنا المطبخ، في عنا غرف النوم، غرفة النوم بحاجة كمية طاقة قليلة وبنفس الوقت نوعية طاقة هادية، لأن أنا بدي نام ما بدي حس بأرق، ما بدي حس بتوتر النوم. فممكن ميل مثلا للألوان الفايوليت، ممكن ميل للألوان درجاته مثلا، ممكن ميل للألوان الأزرق الغامق. فالألوان هي بقلب غرفة النوم هي ألوان محبزة. نعم. تمام. كمان يمكن زينب كثير من العالم بيحاولوا تكون غرفة الأطفال هي الغرفة المميزة بالبيت، ومثل ما قالت زينب قبل شوي أوقات في كثير أشخاص يمكن بيعززوها بكثير من التفاصيل، وهيك يمكن بيصيب الطفل إذا بدنا نقول ما عاد يقدر يحس يمكن بالكينونة أو حتى بالاستقرار بداخل غرفته، أوقات بتكون مستودع حقيقي. هذا الشيء قد إيه غلط، وقد ما كانت مساحة غرفة الطفل صغيرة بنقدر نرتبها بذوقنا وبطريقة معينة بتقلب كل احتياجاته تكون موجودة بنفس الوقت، موضوع كل مكان كل قطعة بمكانها مثل ما صح 100%. هلأ غرفة الأطفال المشكلة اللي عم تصير عنا أنه عم يكون في أكثر من نشاط عم يكون فيه الطفل، يعني بالليل بده ينام، ممكن بالنهار يدرس، ممكن يلعب بغرفته، يقعد هيك أنه يقرأ كتاب مثلا. فهي النشاطات المختلفة تتطلب نوعيات مختلفة من الطاقة، وبنفس الوقت كمان تتطلب كميات مختلفة من الطاقة. فالمشكله اللي عم تصير عندنا هون انه دائما احنا لما بيكون في اكثر من فعاليه بقلب المكان بنروح باتجاه التوازن اللي هي درجات الاخضر، بينما في حال انه الفعاليات محدوده، مثلا في عندنا غرفه للعب الاطفال، هذا الحكي في حال كان الفراغ او البيت مساحته منيحه، هون انا بتطلب نوعيات معينه من الطاقه. فاذا كان بس نوم ممكن ميل للالوان اللي حكيناها قبل شوي، بينما اذا كان في فعاليات كثيره بدنا نتجه للتوازن، بدنا نتجه للاخضر ودرجاته. نعم. عم نشوف باغلب الصور انه في استغلال للجدران بالديكور، وعم نشوف انه عم تستخدم جدران او الحيطان مثل ما بيقولوا مثلا بشكل كثير عملي ما يكون معجوق. خبرنا كمان كيف هي ست البيت اذا بدها تغير ببيتها، تعمل يعني مكتبه قصه صغيره. صح. تعطي جماليه بنفس الوقت تملى الاغراض المهمه اللي عندها بالبيت. تمام. هلا هي شغلات كثير مهمه، بس بنفس الوقت انا لازم راعي موضوع اللي هو انه انا ما لازم احط غرض بقلب المكان وانساه، لان دائما لما بحط غرض وبنسى او بتركه لفترات طويله لي مشاكل بتدفق الطاقه. مثلا اذا حطينا صمديات على الحيط، هي الصمديات لازم كل فتره انا انظفها، ونظفها بطريقه طاقيه. طبعا كيف ممكن ننظفها؟ عن طريق او بطريقه طاقيه، ممكن ننظفها بمي وملح، امسحها بمي وملح بعدين امسحها بشقفه ثانيه نظيفه. دائما انا لما بروح اتجه لديكور معين على جدار ما بدي اخرب المنظر العام لهذا المكان، دائما
لما بدي فوت لمكان بدي احاول اني انا المس طابع معين، فاذا ما لمست او ما حسيت انه في عندي انا شيء معين او في طابع معين غالب على هذا المكان، هون بيكون في عندنا مشاكل. نعم. كل الشكر لك ضياء ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبيضل كمان ذوق كل ست هو اساس الترتيب دائما. شكرا طبعا. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. اما هلا وصلنا لنهايه صباحنا فرح، اكيد بنتمنى الحلقه تكون قدمت الفائده والمتعه، بنتمنى لكم